طيب معنا اتصال، من المتصل؟ اتصال آخر. من؟ علي من جدة، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة بالمعوذات والنفث في اليدين والمسح على الصدر والرأس وبقية أنحاء الجسم المعوذات؟ هذا عند النوم يا أخي، إذا بغيت تنام تجمع يديك وتقرأ فيهما، تنفث فيهما بالسور الثلاث، الإخلاص والفلق والناس، ثم تمسح بهما ما أقبل من جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم، يعني عند النوم فقط. هنا جزاك الله خير. سلام عليكم. شكرا يا علي.